رئيس دولة تعرض ل 638 محاولة اغتيال. تعرفوا عليه معي أنا وسام السيد واتصال جديد. فيدل كاسترو الذي كان زعيما لكوبا طوال 47 عام من عام 1959 حتى 2006، الرجل الذي دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية في تعرضه ل 638 محاولة اغتيال من قبل وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA. أذكر لكم البعض من هذه المحاولات. في عام 1960 زار كاسترو نيويورك، فالولايات المتحدة قالت خلاص هذه فرصة، قامت بتفخيخ لفائف السيجار ووضعتها في غرفته، إلا أن كاسترو استخدم سيجار الخاص الذي صنعه بيده وفشلت المحاولة. في نفس العام أرسلت CIA عميل اسمه جوني روسيلي وهو صديق مقرب من كاسترو، وأرسلت معه 6 حقن من السم المصنوع في مختبراتها الخاصة، وفعلا قام روسيلي بتوظيف المهجورين في داخل القصر. وبعد شهرين من المحاولات لإدخال الحقن إلى داخل القصر قررت الولايات المتحدة إيقاف العملية واسترجاع الحقن. كاسترو كان يحب الغوص في البحار، فكرت الولايات المتحدة قالت خلاص نغتال في البحر، فجابت صدفة كبيرة ولونتها بطريقة تجذب انتباه كاسترو، وقامت بتعبئتها بمواد متفجرة، وبنفس الوقت جهزت بدلة غوص فيها فيروس سام حتى إذا نجا من الصدفة تعرض للتسمم من البدلة، لكن المحاولتين فشلوا. أخطر محاولة كانت في بنما، حيث وضعت المخابرات الأمريكية 90 كيلو من المتفجرات تحت المنصة التي كان سيعتليها كاسترو لإلقاء خطابه السنوي، إلا أن المخابرات الكوبية اكتشفت العملية وأفشلتها. وصلت الولايات المتحدة إلى مرحلة اليأس، ففكرت باغتياله عن طريق صديق تماريتا. صديق تماريتا أيضا كانت عميلة لوكالة CIA، فأعطوه حبوب سامة تضعها في طعام كاسترو. ماريتا خبأت الحبوب في علبة كريمة، فعندما جاءت لتنفذ العملية وجدت الحبوب ذائبة مع الكريمة، وفشلت المحاولة. بعد 638 محاولة اغتيال في 2006 جاء خبر وفاته على لسان أخيه راؤول كاسترو، حيث قال توفي القائد الأعلى للثورة الكوبية في الساعة 22:29 دقيقة هذا المساء. إلى اللقاء.